ناخد فاطمه معانا على التليفون. شوف فاطمه، اهلا 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 بيكي دكتور. معاكي فاطمه، اتفضلي. مساء الخير يا فاطمه، ازيك؟ الحمد لله يا حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا فاطمه، معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا يعني دايما بحس ان انا ما عنديش طاقه خالص. مع اني يعني احيانا بحاول قدر الامكان ان انا احافظ يعني ان انا انام كويس او أصحى بدري. ده مهم موضوع الطاقة، لازم تنامي كويس فعلا، بس لازم معاه حاجات تانية مش بس النوم. معاكي. لان انا ببقى لسه صاحية من النوم، ما عنديش طاقة اصلا ان انا اقوم ابتدي اعمل اي حاجة. وانا في شغلي او اعمل اي حاجة، ما فيش عندي انعدام طاقة طول الوقت. اوكي. وانا بصراحة عمري ما خدت اي فيتامين قبل كده خالص. ما هي دي المشكلة. يا فاطمة، كم سنة فاطمة؟ عندك كم سنة يا فاطمة؟ عندي 28 سنة. صغنونة بس لازم فيتامينات ومعادن. هي ممكن تكون مثلا انت يا فاطمة فاكرة انك انت لسه صغيرة انك تاخدي فيتامينز. الفيتامينز ده مش دواء. انت الناس خايفة من الفيتامينز ليه؟ يعني مهم ان انا بقول الفيتامين ده صيانة للجسم. هو يمكن عشان مش حاسين بالعرض وقتها يا دوندون. ده اللي انا بقوله. احنا ده بيحصل فجأة، بيكون بقى احنا حصل بالفعل. معنى وانس ان الفيتامينات والمعادن ما دخلتليش في جسمي يوميا وحصل نقص شديد، يحصل لها نقص تدريجي. على فكره يحصل كومبليكيشن. شكرا ليك يا فاطمه حبيبتي، ميرسي يا فاطمه. مهم لفاطمه واللي زي فاطمه كتير. موضوع التعب، الخمول، عدم الطاقه. هنعمل حاجات يوميه زي النوم الكويس، الاكل الصحي، ونقلل السكريات. لان الناس تفتكر ايه بقى، انا هاكل مش عارفه كميه سكر وكده عشان انزل بقى يبقى عندي طاقه. لا، السكر الكتير ده بيقلل لي الطاقه. يا زينة، دول بيجيبوا بوله فيها العنب كيلو 2 كيلو عنب، وكان السكر في اللي في العنب ده غير مذكور بالمره. لا، انا لما بقول فاكهه وهو عالي جدا في نسبه السكر، ده بيتعدى على مرضى السكر بالحبه. هو ده طبعا. يعني بقول الفاكهه مهمه جدا، بس مش معنى كده ان انا اجيب كيلو عنب واكل، دي كارثه. ولا تين ولا العنب ومانجا. والمانجا طبعا، والبلح مش كتير. لكن كل كارثة. الحاجات التانية نسبه السكر فيها قليله كويسه. معتدل. بقول لفاطمه تجرب معانا الفا مالتي فيت، ما دام ما عندهاش مرض مزمن يؤدي الى كسل. الحاله بتاعتها ايه؟ الامراض المزمنه اللي ممكن تؤدي الى كسل مثلا امراض القلب. لا قدر الله التهابات الكبد، لا قدر الله التهابات في الكلى. فلازم ابقى متاكده من وظائف الكبد والكلى وما عنديش مشاكل، لكن برضو تعبانه. وطبعا قصور الدوره الدرقيه بيؤدي الى كسل يعني. ما عنديش الحمد لله اي مشاكل، بس برضو عملت التشيك اب كله وبرضو انا حاسه اني تعبانه مرهقه. وقتها دايركت اقول نقص فيتامينات ومعادن. قلب مالتي فيت بيدعم جدا الطاقه، لان من اهم الفيتامينات اللي بتدعم الطاقه فيتامين ب الكامله. ليه بقول فيتامين ب؟ لان فيتامين ب هو الفيتامين اللي بيحول لي الاكل اللي بناكله لطاقه، بيحول كربوهيدرات ودهون واحيانا بروتينات لطاقه. فمهم جدا انها تستخدم الب مالتي فيت، او تاخذ الب مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار. هتقولي النتيجه امتى يا دكتوره؟ بالنسبه للنشاط والطاقه في خلال يومين هلاقي نتيجه حلوه جدا. وكمان خلي بالك، اول ما يبقى عندك نشاط، انا مش عارفه ليه حسيت ان فاطمه مودها مش حلو. طريقه الالقاء بتاعتها فيها مضايقه شويه. لان وانس ان البنت حست بكسل طبيعي مودها بيقفل. فبقول لفاطمه حتى المود بتاعها هيتحسن. اول ما هتلاقي نشاط معاها هتلاقي التحسين في المود ده. يعني ايه بالعربي؟ المزاج. تحسين المزاج. بدعم لها طبعا الب مالتي فيت، وبطمن فاطمه وكل الناس اللي بتتفرج علينا انه مرخص ومسجل من هيئه سلامه الغذاء. والسعر حلو جدا، السعر متناول الجميع. الحمد لله. موجودين في الصيدليات، سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. ومعنى انه موجود يا جماعه في صيدليه يعني واخد التراخيص اللازمه انه يتباع للجمهور. وطبعا اللي مش قادر ينزل للصيدليه بيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت. يا عظيمه حبيبتي والله. انت عارفه انا مبسوطه ليه؟ لانه اهالينا في المحافظات دايما يزعلوا قوي، ويفرق معاهم قوي لو هم سالوا على الفيتامين مثلا وما عرفوش يلاقوه في مكان قريب منهم. فالحقيقه التليفونات دي بتسهل. يعرف هو فين في المحافظه بتاعته قريب منه، يعرف يجيبه منين. طبعا دي حاجه حلوه وخطوه جميله من الشركه الحقيقه انها عامله كده. الصيدليات موجودين في الصيدليات، موجودين على الارقام وموجودين على صفحه الفيسبوك كمان. طب دلوقتي